أخيرا وجد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ضليته في المهاجم الفرنسي أنتوني مودست. أرقام مودست بتقول إن عنده مميزات كتير أبرزها الرأسيات وإنه محطة لنقل الهجمة، وعنده عيوب زي إنه بيعاني من الوقوع في مصيدة التسلل وضعيف في المساندة الدفاعية. الخريطة الحرارية لتحركات مودست بتقول إنه دائم التواجد داخل منطقة الجزاء، بيستغل طوله 190 سنتي في الفوز بالكرات العالية سواء باللعب على المرمى أو توزيعها على أحد الطرفين. مودست سجل 20 جول في الدوري الألماني، وده موسم 2021-2022، 10 منهم رأسيات، وكان رابع هدافي البوندسليغا. ومفيش مهاجم سجل رأسيات في موسم واحد أكتر من مودست إلا مهاجم واحد بس، وهو يان كولر مهاجم بروسيا دورتموند، واللي طوله 2 متر و2 سنتي، وده كان سنة 2004-2005 ب 11 رأسية. بس نمط تحركات مودست بيخليه كتير مع آخر مدافع في الملعب ومتحفز للانطلاق علشان يسجل الأهداف، وده خلق عنده عيب وهو قلة الوعي بالتسلل. مودست موسم 2021-2022 وقع في مصيدة التسلل 36 مرة كأكتر لاعب في الدوري الألماني يقع في التسلل. مودست معدل أهدافه في تذبذب، يعني موسم 2021-2022 سجل فيه 20 جول نصفهم رأسيات مع كولين، مواسم تانية بقى سجل 4 أهداف بس مع كولين، ومع بوخوم سجل 7 أهداف. بس لما نحلل ليه حصل التذبذب الكبير في الأهداف ده، هتكتشف إن الموسم اللي سجل فيه مودست 20 جول نصفهم رأسيات كان كولين بيملك أعلى معدل عرضيات في الدوري الألماني، وعموماً كان أكتر تالت فريق بيلعب عرضيات في الدوريات الخمسة الكبرى بعد ليفربول ومانشستر سيتي، وده اللي ما حصلش في المواسم التانية. بعد ما تعاقد الأهلي مع رضا سليم المميز في لعب الكرات العرضية، ووجود لاعب زي علي معلول تالت أكتر لاعب بيصنع في الدوري ب64 فرصة، ووجود مروان عطية تاني أكتر لاعب بيرسل كرات طويلة صحيحة في الدوري بمعدل 7 في المباراة الواحدة، بقى السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هنتفرج على طريقة لعب جديدة للأهلي مع كولر بعد تلبية رغبته في التعاقد مع مودست؟